ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. مقدم طبيب مناف، اليوم تعافت 3 حالات إضافية ليصل المجموع إلى 4 حالات تعافي الحمد لله. كيف هي حالات بقية من هم في العزل، وهل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات؟ مساء الخير. بفضل من الله سبحانه وتعالى، الله كرمنا هالكم يوم وشفنا خروج الحالات من العزل الصحي. نعم، هناك تزايد في خروج المصابين بفيروس الكورونا. عندنا حاليا 51 حالة قائمة، ولله الحمد تعافت 4 حالات في الجمع. اليوم طلعوا 3 حالات من عندنا. عندنا ما يقارب ال 39 حالة اللي لا يحتاجون أي علاج، فقط 12 حالة يأخذون أدوية خاصة لفيروس الكورونا. نعم دكتور مناف، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن منظمة الصحة العالمية أشادت بإجراءات البحرين، وأيضا اعتبرتها نموذج يحتذى في طريقة التعامل لاحتواء وأيضا منع انتشار هذا الفيروس، وطبعا هذا نظير جهودكم أنتم كفريق وطني. ما هو تعليقك على ذلك؟ والله يعني أنا أشيد بالجماعة اللي معي في الفريق الطبي اللي لمجابهة الكورونا. الجماعة اشتغلوا صار نحن فوق 4 أسابيع. الحمد لله الخطط كانت خطط استباقية، وبفضل من الله وبفضل توجيهات سمو ولي العهد يعني بدأت الثمار تطلع. منظمة الصحة العالمية في أكثر من مرة أشادت بالجهد الكبير اللي قامت به المملكة، واللي أنا أفتخر فيه إن صرنا مثال يحتذى به في العالم. نعم. إذا المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.